وضع الساعة اللي احنا جايين فيه من بره كلنا دلوقتي مجرد ده شيء جميل جدا وظريف وجاهز وكل حاجة بالرغم ان هو مساحته كبيرة. طيب ليه هو ليه احنا حاسين ان هو يعني أكثر شوية من بره؟ هل مجرد ان هو احنا يعني مجرد ان هو مقفول؟ لا هو مش مقفول هو فتح من كل حتة. هو هل العدد بتاعنا يفرق؟ يعني لو كنا داخلين اول حد جه الصبح دخل المدرج دوت كان هيحس انه مكلف زي الشارع. طيب يعني عايزين نرد ده قدام الابلكيشنز اللي المفروض نقولها النهارده بعد ما خلص الشابتر كنا عارفين ماشي حاجات كتير. هل وجودنا كده بالشكل ده هل ده بيدفي المكان؟ وبيدفي المكان تحت اي كونسبت؟ احنا عندنا اتفقنا الهيت ترانسفير كوندكشن كونفكشن راديشن. النهارده هنخلص الكونفكشن راديشن وهنلاقي شويه حاجات بقى منها ان دي مدرجات هتبقى دافيه مع العدد الكبير. ليه لما اخش مكان يبقى التكييف شغال فيه كويس يبقى في اول ساعه لو هو فاضي واول ما يتملي من الناس بلاقي المكان بقى دافي بقى سخن ممكن كمان يوصل لوضع حر. تمام؟ عايزين نتناقش في الكلام ده بس بعد ما نحط. طيب دخلوا في البيت والراديشن هم دلوقتي متفضلين وهنحل بقى هنحل على الراديشن وهنرجع نحل تاني على الكوندكشن. الكوندكشن لو انتوا لاحظتوا كده استوعبتوا هتلاقي ان هو اغلب الشيء هو اغلب الصبغ. تمام؟ اتمنى مع وجود الانسر كيب على الشيك اللي معها حضراتكم ان يكون في ناس حاولت في الشيك. انا عملت بوست كده قلت اشوف الناس عملت ايه. طبعا ما حدش رد عليا غير اثنين او ثلاثه تقريبا يعني هعتبر ان هم هيجيبوا الحسن. هعتبر الناس كلها حلت بس مش انا اللي اقول. اتمنى ما يكونش العكس اللي هو الناس لسه ما ابتدتش تذاكر. طيب برضه نفس الكلام برضه لو لاحظتوا هتلاقوا الانسر كي بتاع شيك 1 في الماجنتيزم برضه مثل اللي حضراتكم. احنا الفرع الثاني الدكاتره خلاص اتفقنا ان احنا نمشي بالنظام دوت هم رحبوا بيه جدا وبالتالي نزل لهم الانسر كي برضه بتاع شيك 1 ماجنتيزم. اوكي؟ وزي ما قلت لحضراتكم ان الموديل الانسر هينزل بعد نهايه السكشن بتاع كل شيء. يعني الشيك هيبتدي النهارده هيبتدي نص اسبوعين في اخر اسبوعين هينزل لك الموديل الانسر بتاع الشيك. اوكي كده؟ يبقى احنا كده ماشيين بالسيكونس مظبوط. دي كانت اخر حاجه حضراتكم متضايقين منها في موضوع الشهاده. قدام الامتحانات هيظهر ان شاء الله الاسبوع دوت، اول ما يوصل المعمل هبلغكم. اوكي؟ طيب هنتكلم النهارده عن البروتكشن ونتكلم عن الراديشن وبتاع كل الكلام ده جوه الراديشن، بعد كده هنبتدي نتعامل مع شيك 1 وسوبر اكزامبل ورقم 9 وسوبر اكزامبل. مالي الحاجات دي اللي عليك النهارده؟ الحاجات دي اللي عليك الابتداء النهارده؟ تبع المحاضره بتاعت النهارده وانا هحل حاجات من المره اللي فاتت. تمام؟ وعندنا هنشرح فكره الاكسبيرمنت اللي هي 4 بي اللي حضراتكم بتشوفوها في المعمل. هنشرح فكره الاكسبيرمنت اللي هيحصل ان شاء الله في المعمل. طيب اول حاجه كونفكشن لو رجع كده مع بعض كده لورا شويه اول محاضره قلنا ايه؟ كونفكشن دي عباره عن ايه؟ الانتقال الحراري بالحمل. حمل يعني ايه؟ يعني الميديم نفسه. الوسط نفسه هو اللي بيتحرك بنفسه بيشايل معاه الحراره. طيب انا لو انا جيت قلت بيسل في سواء بقى ليكويد او جاز لكن الصوره لا ان الصوره مش هينفع خالص في الموضوع مش هينفع يبقى ميديم بيتحرك شايل معاه الحراره. انا بتكلم دلوقتي ان انا عندي هنا اهو ميديم المفروض معاه التسخين هيبتدي يتحرك لفوق. طب ليه بيتحرك لفوق؟ علشان مع التسخين الايه؟ التنسي بتاعته تبقى ايه؟ اقل. يعني ايه تنسي اقل؟ يعني الروابط ما بين الموليكولز تبقى اقل اضعف يبتدي يبقى في مسافات ابعد وبالتالي بقت كثافه الحته دي بقت ايه؟ اقل. اقل مع نفس الميديا بس الحراره بتفرق درجه الحراره بتفرق. تمام؟ بدليل حتى اكزامبل بسيط قوي لو انا بقلل سكر في كوبايه حاجه سخنه زي مثلا شاي او لبن او تبقى لبن او طالب كام على لبن سخن في ناس ممكن تشرب سخن مثلا او نسكافيه او اي حاجه لما اقلل اي حاجه سخنه بتدوب بسرعه جدا. لكن لما اقلل نفس الشيء السكر في نفس الشيء ده وهو ساقع يبقى ساعتها بياخد وقت طويل على ما يتقلل فرق على ما يدوب فرق. تمام؟ دي نتيجه ايه؟ ان الروابط بتفرق معاها درجه الحراره جدا. اوكي؟ فمجرد ما ده هيسحب الروابط هتفك او هتهدى شويه او هتوسع شويه بمعنى اصح هيبقى التنسي اقل الحاجه اللي التنسي بتاعتها اقل هتتحرك لفوق فهي الاخف. هتحرك لفوق والجزء اللي كان التنسي بتاعته اعلى هينزل تحت. تمام؟ وهيفضل السيتويشن ده شغال كده نقول بقى ممكن لو احنا بنعمل شاي لو احنا بنعمل تدري هنعتبر ان ساعتها قدرنا نوصل تقريبا ان كل المايه بقت منتسبه نفس درجه الحراره وهكذا. طيب الكلام ده نقدر نحسب مع ليكويد او جاز.
الابلكيشن بتاعت الكلام ده ايه؟ قلنا كده انا لسه مره بيت يعني اول مره وصلنا قلنا فكره الدفايه اللي هي بحطها طبعا المنصه اللي هي بنشتغل فيها فكره الدفايه بحطها في من تحت دايما علشان تعمل لي سنكريشن. بمناسبه الدفايه كنت انا عامل بوست قريب من شهر كده على موضوع الساعه ربع ساعه اللي فاتت في منتهى الخطوره ان اسيب الدفايه فتره طويله في منتهى الخطوره ان احط الدفايه عن طريق مشترك لازم احطها عن طريق فيشه مباشره في الحيطه وما ينفعش تماما انام واسيب الدفايه شغاله ينتج عنها كميات من الحريق غير طبيعيه. حتى امبارح بالليل انا نزل صور كده لناس كده يعني نعرفهم يعني نعرفهم شخصيا لو نزلينها على جروب قالوا ان شغالته متحرق تماما بسبب دفايه زي متحرق تماما. فخلي بالك حضراتكم الكلام ده في منتهى الخطوره اسمعوني لو سمحتوا بلاش الكلام اللي انتوا بتتكلموا ده ايا كان نوع الدفايات موضوع شرط الدفايات كوني بقى عندي مصدر تسخين قوي جدا في مكان قريب من اي شيء ممكن يسخن او ممكن يشتعل وانا مش واخد بالي ممكن يبقى حاطط دفايه جنب مفرش نازل من الترابيزه المفرش دوت من قماش جنب الصاله وانا مش واخد بالي فانا انا انا بدفع بس هي بالنسبه لها عماله تسخن 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 لحد ما تيجي في لحظه توصل لدرجه الاشتعال بتاعتها في لحظه واحده ما تعرفش تسيطر عليها. فخلي بقى حياتي التعامل مع الدفايات بمنتهى الحظ وقت طويل بشغلها حضراتكم هنا ولازم يكون الفيشه محطوطه دايركت على الفيشه الاساسيه اللي في الحيطه ما تحطهاش في خلال اي مشترك لان غالبا كل المشتركات اللي بنستخدمها ما بتبقاش بجوده عاليه زي ما انتم متخيلين فممكن انها هي نفسها بتسيح ممكن تعمل لك يعني تعمل لك تولع في الكهرباء بتاعت المكان كله. انا حافظ ده كلام عيسى ليه مش هو لسه سالت السؤال اللي انا سالته في المحاضره قبل كده هتقول لي طب التكييف تعلقه فوق والتكييف ده بيبقى فيه سخن وساقع طب انا شغاله سخن كده ايه المصير؟ اتفقنا قبل كده انا بعلقه على حسب الديفولت بتاعه انا لما بروح اشتري تكييف بشتريه عشان يعمل ايه؟ عشان الصيف وعشان الساعه يبقى انا بعلقه على حسب الديفولت بتاعه لكن كل ما استخدمه كدفايه دي حاجه بعتبرها اوبشن تاني لكن ما اقدرش اقول ايه طب انا هخليه في الصيف فوق وهنزله تحت الشركه تمام كده مش هينفع لان هو مش مرن بالنسبه لي للدرجه دي تمام كده؟ بس وده برضه احنا قلناها قبل كده طب التكييف بقى بحطه بعلقه دايما فوق دي عشان هو طبيعي هيسقع الهواء يبقى الهواء الساقع فوق لما يتقل عن تحت هينزل لتحت ويلف لي الهواء السخن يطلعه فوق فيفضل السيركيوليشن شغال تمام؟ طيب حاجه كمان انا سالت قبل كده على موضوع الولاعه فاكرين انا عملت ولاعه قدامكم وقلت جربوها في البيت ده مش ولاعه على عين البوتاجاز كده كهرباء بتشغل من عين البوتاجاز واحط دايره من فوق قوي واشوف اقدر استحمل قد ايه واحط دايره من الجنب واشوف استحمل قد ايه الاقي ان انا من الجنب ممكن يعني الاكاد اكون اوصل قريب جدا من النار عشان احس بمساحتها لكن من فوق من بعيد قوي هبتدي احس بسخونيه جامده. هل عن تفصيل الكلام ده؟ يبقى تحت بقى ده كونفكشن ده كونفكشن ده كونفكشن تماما ليه؟ ان الهواء اللي فوق هتقول لي طب ما هو الجنب بيسخن ما هو الجنب لما بيسخن رفع بيسخن يروح فين؟ يطلع لفوق ما بيزقش كده هو بيجي يسخن بس لو في هواء ساقع فاسهل له مين؟ هاي ما ده خف يطلع لفوق فكل الهواء اللي بيسخن من فوق العين او من جنبها كله طالع على فوق وبالتالي فوق ده احس انا فرق كبير قوي من بدري لكن من الجناب لا. طيب سؤال لحضراتكم شباب كده كلهم بيتعاملوا مع الكمبيوترات وكلنا الحمد لله ممتازين بان احنا بنعرف نستخدم الكيس الكيسات بتاعتنا قبل ده فوق وكنا بنعرف نعمل لها صيانه ونصلحها ونشغلها وهكذا. سؤال لحضرتك هو انا لما بحط مروحه على البروسيسور بحطها دايركت ولا بيبقى في منهم حاجه؟ الحاجه اسمها ايه؟ هيت سينك. حلو شكله ايه الهيت سينك ده؟ هل هو قطعه سوليد؟ سوليد كده عباره عن مكعب كده بالشكل ده ها وحط عليه مروحه طب بنلاحظ كلنا كده لو يجي زي هنا من الناس يعني اي حد جت عرض ان عنده مشكله في الكيسه ففتح يغير امان يبص على حاجه بينظفها من تراب فبص كده لقى مروحه وراها وفي ناس كلنا معظمنا ركب الكيسات بنفسه قبل كده يجيب الحاجات وهو يركبها يجيب زي كده شكله عامل ازاي؟ يبقى شكله كده وفي غلطه بقى ممكن تكون انت عملتها لو انت ما انتبهتش اللي انا هقوله دلوقتي. هو ده متقسم ايه؟ متقسم شرايح كده. طيب ايه الهدف من الشرايح دي؟ الشرايح دي بقى قدامها المروحه. مش حاجه، ده المنظر ده كده احنا شفناه مش فاكر.
السنك بالنسبه لنا هو المنظر ده. ليه؟ تمام. انا عندي عايز ازود ايه بقى؟ لان المفروض انا عايز الحراره دي هتخرج تتناسب مع الاريا، ودي هنبقى حاله مع الراديشن تتناسب مع الاريا مساحه السطح. فكل ما يبقى مساحه السطح اكبر كل ما هستفيد ان اقدر ابرد ايه؟ اكبر. يعني لما اقارن السطح ده بص ده قد ايه؟ وبص ده رايح جاي جوه خارج وداخل تاني وخارج وهكذا. ده كده ايه؟ مساحه كبيره قوي. حلوه. طب الشرايح دي بقى الصح والكيسه قدامي واقفه كده اهي، تبقى الشرايح دي فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ وده بقول بقى هو حاطولي بس كانت مربعه فما كنتش عارف. فانا في واحد اللي انا حطيتها كده فيرتيكال، شرايح فيرتيكال، وحد تاني يقول لا انا لفيتها كنت حاططها هوريزونتال. رايح حضرتك ايه بقى؟ دي الحته بتاعتك، دي الحته اللي عندنا دلوقتي. لما يكون عندي شرايح في اي حته كده فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ فيرتيكال. ليه؟ لان المفروض ان ده ملامس للبروسيسور بيسخن. بيحصل ايه؟ وانا مشغل هنا مروحه، الممرات دي فيها هوا سخن. انا عايز اكتب له ايه الهوا السخن ده؟ يطلع على فوق. يطلع على فوق عشان يخرج من المنطقه السخنه دي، فانا عايز الهوا يطلع على فوق. يبقى لو انا خليته فيرتيكال بساعد الهوا دي كله يطلع على فوق في وقت واحد. طب لو خليتها هوريزونتال هيحصل ايه؟ يعني تخيل حضرتك كده، انا خليته كده اهو. هيحصل ايه؟ طب ما الهواء السخن اللي هنا لما انا مشغل عليه مروحه هيروح فين؟ هتقولي له في الجناب؟ طب وغير الجناب ما في جزء اصلا اساسي هو عايز يطلع فوق. طب ما انا كده بعمل ايه؟ وانا كده بهوي؟ طب ما انا كده من اللي تحت بسخن اللي على اللي فوق شويه، طب اللي فوق عايز يخرج هواء سخن، انا كده بس هجيب هواء تاني وهواء سخن هواء تاني، يبقى ده كده هيتسل؟ لا، يبقى ده كده فقط هدف خالص. يبقى مجرد ان حضرتك حطيته غلط ما بقاش هيت سينك كما هو مطلوب. الهيت سينك بالمنطق كده ان يكون بشكل ايه؟ فيرتيكال. الشكل بقى اللي زاكزاك ده كده بنشوفه فين؟ لما بنفتح كده كابوت العربيه مش بنشوفه في الموتور؟ وش الموتور بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى برضه مساحه ثابته ولا بتلاقيه كده مجزع كده؟ نفهم بقى دلوقتي، اي حاجه يديني فيها اريا عمال كده يزود في السيرفس اريا اعرف على طول ان ايه؟ طيب عشان ايه؟ هو عايز يعمل ايه؟ عايز يساعد على التبريد. طب اشهر حاجه في الكلام ده اللي هو بيسميه ايه بقى؟ الرادياتير اللي في العربيه، اللي هو بيسموها حتى السلامتينه بتاعت الرادياتير. ايه السلامتينه؟ السلامتينه دي عباره عن ايه؟ اللي هي في وش العربيه كده، اللي هي في وش العربيه وعليها مروحه، وراها مروحه قويه جدا. طب ايه بقى؟ ايه عباره عن ايه؟ ليه برضه مش حاطه كوتله زي دي؟ هيبقى السيرفس اريا بتاعتها قليله جدا، وهم عاملينها ايه؟ عاملينها شرايح لا نهائيه تقريبا. لا نهائيه. عارف يعني لا نهائيه؟ يعني متقسمه مستطيل كده ومتقسم شرايح كده، لما تبص عليها هتلاقيها شرايح كتير جدا. وسايبها متعرضه للهواء. وانا ماشي عشان كده حطها في وش العربيه. تمام؟ اللي هي بعد الشبكه على طول، الشبكه دي وراها على طول ايه؟ السلامتينه دي. ونفس الكلام بالنسبه في البيت عندنا على فكره التكييف نفسه في حته كده، يعني لو انت حاجه كده حد جه يفتح يلبس بتاع التكييف ينضفه ولا حاجه؟ ولا بس نقف كده نتفرج على حد ينضف؟ انتوا عايزين ندور صيانه حلوه كده عشان خاطر تعرفوا في الصيف تشتغلوا يعني. لما بنفك كده الكفر بتاع اليوم بتاع التكييف اللي مبرد في الشباك دي، بس اهم حاجه ما تقعش كده. بس هو حاططها في حته غريبه شويه. لما تفكها هتلاقي نفس الكلام بالظبط، نفس المنظر بتاع السلامتينه دي ووراها مروحه قويه. هي دي لازم تتنضف، لانها لما تبتدي تراب مع الوقت خلاص ما بقاش كده التكييف بتاع حضرتك بيشتغل باداء سيء جدا. ان هو مش واخد تهويه اصلا، كل الفتحات كل الاماكن اللي المفروض تبقى فيها تهويه كلها بتاخد تراب. وعشان كده لما اتفرج على الفيديو نضف عندكم، يعني لما تيجي تتفرج كده لو شفته هو بينضف بميه او بغيره هتلاقي ناس نابطين تماما، مش حتى نابطين، لانها في السنه كلها بتطلعها كله جمع في حته دي. فلازم يهويها لك تماما، وفعلا بتحس ان اداء التكييف اختلف تماما بعد التمرين. دي حقيقه، عشان كده بتحصل على الاقل مره في السنه. يبقى في معدات الصيف، معدات تشيله في السنه. ماشي؟ بس السلامتينه دي او الرادياتير دي ده سوري ليه؟ شرايح ليه؟ ليه بقى؟ عشان هو بيخش فيه حاجه سخنه عدي فيه في السايكل بتاعت العربيه، حاجه سخنه جدا وعايز ومتعدي بسرعه عايزها تبرد بسرعه جدا. تمام كده؟ فبيزود الاريا بتاعتها قوي وعنده مصدرين للتبريد، يا وش العربيه وانت ماشي فبالتالي انت كل الهواء اللي جاي في وش العربيه ده بيخش يبرد، يا اما لو احتاج بقى وراها مروحه قويه جدا لو الحراره عليك تقوم مشغل ايه؟ المروحه. بيبرد بميه، عنده سايكل ميه برد. شوف قد ايه؟ يعني ايه ان انا احط شوف بقى اللي بيخش جوه ده سخن، ده الزيت ده اللي بيعدي ده سخنته قد ايه؟ عشان احتاج ابرده بثلاث مصادر.
امرضه سايكل مايك وبرده مروحه قويه لو محتاجها وبرده بالهواء على حسب سرعته. لو انا ماشي على سرعه 100 شوف الهواء اللي خبط العربيه دي معنى كده انه بيعدي الحراره دي وبيعدي بسرعه ازاي وانا محتاج امرضه بسرعه. طيبين اصل ايه؟ هو ده. طب ده بقى ده مش هنقول سبحان الله عشان ده مش صنع ربنا صح؟ بس شوف ده بني ادم، ما هو اللي فكر في ده بني ادم، ده مهندس زي حضرتك. في يوم من الايام كان بيعمل تصميم لحاجه فشاف ان هو عشان يوصل لاحسن كفاءه ان يحط كذا وكذا وكذا، يبقى ده تفكير واحد، بس حاول يفكر في احسن وضع يحل المشكله. تمام كده؟ يبقى لما هتشوف اي حاجه فيها شرايح كده في منتهى الاهميه بالنسبه لك، عندنا جهاز احنا في معمل كهرباء نفس الكلام. جهاز في لمبه سخنه جدا بتسخن بطريقه غريبه قوي، يعني حاجه يعني جهاز كله ما يقدرش يسخن بسبب اللمبه دي. الجهاز كله ملفوف حواليه البادي بتاعه بشرايح نفسيه. طبعا المفروض دلوقتي لو اول ما تخش في الجهاز ده كده ما تقعدش تسال نفسك كتير، هو ليه مقسمه شرايح؟ يعني دي مش مكلفه؟ مكلفه بس هي الهدف تاني. طب ليه بيرفكت؟ عشان التفريغ يبقى فوق على طول خلاص اللي انا ممكن شغال. تمام؟ لكن لو انا مش مدرك الكلام دوت هستغرب ايه حكايه الشرايح دي كتير قوي كده؟ وبنفس يعني انت اول ما تلاقي شرايح كتير كده تعرف ان الحته دي عايز تبريد وتبريد قوي مش تبريد بسيط كده. اوكي؟ ده كده الابلكيشن على الكمبيوتر. بالمناسبه صحيح الجهاز الغريب اللي انا سايبه لكم ده انا اكيد مش جايبه من محل بيبيع حاجات فيزكس مثلا يعني. اكيد مفيش في مصر حاجه اسمها حد بيبيع فيزكس. دي المفروض حاجه من حد بيجيبها كديكور، انا شخصيا المفروض جايبه ديكور حاطه في بيتي، بس انا لما شفتها ما شفتهاش كديكور. تمام؟ وانا شايفها انها ليها علاقه بالشطه دوت. طيب وسايبها شغاله اهي، طب ليه سايبها شغاله قدامكم كده مع انها مستفزه طبعا ومثيره للناس؟ لان هي بتفرق مع الوقت، يعني عايز اقول ان انا في المعمل في الحصه الاولى وشغاله هناك من ساعتها علشان على ما جيتكم تبتدي تعمل لكم المناظر اللي هتشوفوها دلوقتي. انا عايزكم بعد ما اخلص هسألكوا بقى سؤال، ده ايه علاقته بالشرط؟ طيب بالنسبه للنيش دي بالمناسبه بيسموها زي حاجه اسمها لمبه لاب. خد اي قدره قدامنا بحركها فيها انرجي. ليه؟ لان
بافر دي مثلا. طب لو عندي اي موجب اي ريل لاي ريل دوت بيرفع القوانين العاديه خالص ده هناخدها في بروكس اللي هو يحصل له ريفليكشن يحصل له ريفراكشن يحصل له ديفراكشن يحصل له اللي هي بنسميها خواص الضوء. طيب هل انا بقول بقى قلت هل في حد قال ان الري ده بيحمل طاقه؟ لا في الكلاسيكال ما كانش عارف بس دي بقى كانت مشكله. هما دايما مقتنعين ان الضوء هي يخضع للخواص دي بس ملوش علاقه بالطاقه اصلا. ده ضوء ده اشعه مش الفوتكه هي اللي فيها الضوء. بس في حاجات كتير قوي ده احنا شخصيا واحنا من غير ما نعرف فين الضوء الكلاسيكال. هسالك سؤال بسيط، هو احنا من زمان في المدرسه يعني على ايامنا احنا جايز من ايامكم على ايامنا احنا يعني يبقى في كده بيجيب عدسه صح كده ويشوف الشمس جايه منين مع شويه حرب كده حلوين ويجمعها على ورقه يعمل فوكس كده الفوكس ده شويه كده تلاقي فجاه ورقه اتشطبت وتلاقي واحد فرحان قوي انه يولع في الديسك بتاع المدرسه. دي كانت بتحصل كده مبسوط مش عارف ايه بس هو يعني عنده احساس ان هو كده عامل حاجه كويسه يعني خد طيب دي في حد ذاتها لسه انا اسالها سؤال هو الطاقه جت منين؟ دي الانرجي جت منين؟ لو احنا بنتكلم دي موجه الموجه دي طاقه؟ وبعد كده بقى ما هو هي دي بقى بدايه الموجه اللي فاتت. لو انا قال لك ده الموجه ليها طاقه وعلى فكره طلع ان الكتله ليها موجه مصاحبه ليها الكلام ده مش عايزين نفتح فيه دلوقتي الكلام ده بعدين. انا عارف ان انتوا اكيد خدتوا منه اجزاء في ثانويه عامه. انا عارف في ثانويه عامه لما كل الفيزكس حطها في دي حصل انا شفت لما بصيت عليه كده كل المواضيع اتحطت في طيب اللي سموها ايه بقى وحدات الطاقه دي؟ فوتوس تمام؟ وليها خواص غريبه شويه هي ماشيه مع الري لكن لما تيجي عند اي حاجه تطبق فيها الطاقه هي بتنقل الطاقه دي كلها للجسم دوت وتختفي تمام؟ وعشان كده اشعه الشمس بالرغم انها جايه من مسار بعيد جدا ومع ذلك هي ماشيه محافظه عليها نفسها لغايه لما تربط بالرغم. لانها ما بتفقدش طول ما هي ماشيه، لا هي بتفقد انت لما تربط بحاجه تديها الطاقه بتاعتها. وعشان كده احنا بنحس طبعا بيحتاج شويه اي شويه شمس في الشتاء كده يعني نقعد فيهم وفي الصيف بنخاف من الشمس وانك عشان تيجي مضارب من عند باب الكليه البعيد ده في الصيف طبعا ممكن يكون تتخيل معايا احساسك دلوقتي عشان تحس بالحر شويه تخيل احساسك وانت ماشي كده بيحصل لك ايه طول ما انت ماشي؟ تحس ان انت عمال تسخن اول ما تقابل حد تتخانق معاه ليه؟ عشان من كتر احساسك بالسخونه اللي انت دي جايه منين؟ دي طاقه جايه منين؟ في الوقت. ومن هنا جت بقى فكره المودرن فيزكس ان خلاص ده في ميكس بين الاثنين وعملوا حاجه اسمها دواليتي ثيوري واحد. طيب في تطبيقات ثانيه تقول ان الموجه فيها طاقه؟ طب اسالكم سؤال، في حاجه محضرات تتعرض ليها من علاج طبيعي على اي عضو من الجسم يعني اللي هو حاجات مثلا عضل ركبه ضهر كم جهاز بيستخدمه ويبس؟ ده هو العلاج الطبيعي مينلي ديبند اون ويبس. طب انا بقى هعمل علاج طبيعي باربع اجهزه يبقى حاجه منهم تسليم بس وثلاثه تانيين كلهم ويبس اجهزه موجات الترا سونيك وكذا يقول لك ولما تقعد تناقش مع الدكتور طبعا ما بيسموش الدكتور في حاجه فانا بخش معاك في الحوارات دي. لما تقعد تناقش مع الدكتور لا اكتشف ان الاستخدامات كلها هي بيستخدم الموجات بطول موقع معين وهكذا ليها طاقه معينه يدخلها على العضو ده عشان يعمل تنشيط ضرر. لما تفكر هتلاقي معضله. الليزر هو عباره عن ايه؟ حزمه طبيعيه شويه ويفز كده جمعتهم مع بعض بقدر اعمل بيهم ايه؟ انا بقدر اقطع بيهم رخام بقدر في عمليات الجراحيه افتح بيهم تماما جرح واقفله واعمل كل حاجه. معنى كده في طاقه قد ايه؟ المايكرويف اللي بيننا لو بيعتمد على موجات المايكرويف بيسخن ازاي؟ مش هي ويفز؟ وانا بجيب ايه؟ مفيش مصدر نار اللي هي ويفز تماما. شوف بعد دقيقه ولا دقيقتين لو طلعت حاجه مش قادر تمسكها يعني مفيش اي مصدر حاجه تمام؟ فكل الحاجات بالعكس ده كل الادله في الكون بتثبت ان الموجات بتحمل الطاقه ببساطه جدا من الحاجات اللي احنا عايشين بيها سيبكم من الكلام الكبير بتاع العلماء ماشي. طيب يبقى لما نيجي نتكلم دلوقتي لو انا عندي بقى جسم زي الشمس لو نيد اوف ميديم الويفز بتاعتها مش هتعمل ايه؟ طب ليه بتطلع ريز؟ ليه بتطلع موجات؟ ما هو دي بقى عايزين نقولها النهارده. اي جسم في الكون درجه حرارته اكبر من التمبريشر بتاعته اكبر من زيرو كلفن هو بيطلع طاقه على صوره راديشن. اي جسم في الكون يعني كده ده دي سيول مهمه جدا. اي جسم في الكون درجه حراره اي جسم يعني مش ده بيطلع جسم ده مش بيشع طاقه. انا وانا بقى كده جسم بيشع طاقه يبقى ايه؟ ان درجه حرارتي من زيرو ايه؟ من زيرو سيلسيوس من زيرو كلفن. ما دام درجه الحراره اعلى من زيرو كلفن يبقى حضرتك الجسم ده بيطلع هيت انرجي على صوره ايه؟ ويفز. نعم دي هترد على المضرب؟
طبعا قطع وقت دلوقتي احنا هنخش بدرجه واقفه خالص الصبح لما بتكتيك كده مش عارفين نعمل ايه، لكن دخول كل الناس دي لو قعدنا كده فضلنا كده في الوقت ده احنا قاعدين على نفسنا ساعتين ثلاثه اربعه هنخرج من زهقانين من الحر. هتقولي معقوله؟ اه معقوله. عشان كده معروف جدا انك في الصيف بقى لما بتخش على شهر اربعه شويه المحافظات هنا بتبقى يعني شيء سيء جدا. دي عشان اصلا بتبقى الدنيا حر والعدد كبير والناس مش بتخرج، يعني خلاص الناس مش بتخرج. روح اي مكان فيه ناس زحمه كتير قوي، يعني روح اي مكان زي كارفور مثلا. نعم. لا كارفور بالذات عشان بتلاقي ان كل ما اروح هتلاقي منه. عدد ضخم جدا من الناس والتكييفات شغاله بمشي من الاحساس بان انا بزهق ليه؟ طب ما هو شغال. بس هو شغال الصبح لو رحت قبل اكيد لازم اخش، هيبقى حاجه ممتازه جدا. مجرد كميه الناس دي كلها وكميه الحاجات اللي موجوده على الرفوف دي كل الحاجات دي بتطلع كتير. فتخيل حضرتك بقى عشان كده تلاقي نفسك الاماكن الزحمه دي فعلا وزي المترو حيث مكتوب كده المترو ده من زحمته لما ده بيفتح بس تحس كده صهر كده صهر كده يعني انت زعلان روح حط المترو هتلاقي كل ما يقف كده يديك شويه في كده زي كده. طيب الويز دي بنسميها ايه بقى؟ بنسميها الكترو ماجنتيك ويز. الكترو ماجنتيك ويفز موجات كهرومغناطيسية. طبعا تفاصيلها ايه والقصه دي لما نكبر بقى ستيب شويه ان شاء الله السنه الجايه هناخدها كذا حاجه مش فيزيكس بس، هناخدها فيزيكس وغيره وما الى ذلك. تمام. سرعه الضوء بتكون ماشيه بكام؟ 3×10⁸ متر في الثانيه، 300 مليون متر في الثانيه، وبالتالي دي اسرع حاجه في الكون. طب الصوت اكبر ايه بالنسبه لك؟ 3 × 3 متر في الثانية. لما نحولها كده من الواحد يعني لما نيجي نقارن بينهم نلاقي فرق رهيب جدا. نحس قوي بالفرق ده امتى؟ البقى انت تسمع تشوف حاجه وترجع تسمع بعديها بفتره طويله. تمام؟ حتى عملوها مره في ناشونال جيوغرافيك لو حد اتفرجوا وكانوا اتفرجوا عليه كده يعني هتلاقي كانوا جابوا ثلاث عربيات على مسافات متباعده وبيوريك التصوير ما بين الرؤيه والصوت في قفله الباب. دي نظام تفاصيل جدا على الكلام ده، عايز اقول ايه الفرق بين الصوت والضوء. ولكن العربيات انت شايفها، يعني انت مثلا واقف في حته فاضيه وواحد جابهم ثلاث اشخاص يعني عربيه قريبه، عربيه في مكان بعيد، عربيه بعيده قوي، انت شايفها. فانت اول ما هيقفل الباب انت شايف القفله. لكن في فرق في سماع الصوت عن ايه؟ عن الرؤيه. العربيه في النص احسن شويه، العربيه القريبه انت تقريبا شايف الصوت مع الرؤيه. ده كانت التجربه عاملينها حقيقه عشان اوريك الفرق اللي بيحصل في الرؤيه كل ما هتبقى. تمام؟ طيب. مع مفهوم السي بقى او السرعه عامه هو لمضه فيديو باشمهندس يا ريت تقعد مكانك عشان الناس دلوقتي تشوف حاجه. طول اللي بتاخده الموجه كامله اكس مسافه بوزيشن والفريكونسي هو تردد هو بيكرر السايكل كامله بيتكرر كام مره في الثانيه الواحده. السايكل كامله بتكرر يعني التردد بتاع الكهرباء في مصر وكذا كده كام؟ 50 يعني ايه 50 بالمناسبه؟ طب انا شايف المصدر اهو ممتاز وثابت وما بيتغيرش يعني هو ده ما بيتحركش ده بيتهز على فكره. ده الساين ويف بتقلب الفولت مرتين يعني فولت بنقلب 50 مره في الثانيه الواحده. طب ما بحسش بيها ليه؟ عشان انا عينيا ما بحسش بالفرق غير الا لو جاب اقل من 20 هرتز. يعني لو الكلام ده بيحصل عشان كده امتى بقى احس لما اللمبه تقرب تبوظ؟ اللمبه اليوم دي لما تقرب تبوظ هبتدي احس ايه؟ بدايه ليه؟ عماله ترعش، يعني هي اصلا ما بترعش بعدي؟ لا هي بترعش بس هي اسرع من كده بكتير. وعشان كده انا عينيا ما بتلقطش ان في فرق، عينيا شايفاها ثابته، من كتر السرعه عينيا شايفاها ثابته. تمام؟ وعشان كده حاجه كده بقى هنت بسيط قوي، لما تيجي تصور بالكاميرات الديجيتال وانت بتظبط السيتنج بتاعتها بيقول لك في ضوء ولا ما فيش؟ وبيقول لك الفريكونسي 50 هرتز ولا 60 هرتز؟ لانه بيختلف من ضوء للتاني. ليه؟ عشان لما الكاميرا تلقط الصوره تعمل حسابها ليه؟ ان ما تحصلش رعشه بتاعت الصوره. الضوء. يعني عشان خاطر لو في ضوء والتردد بتاعه كام؟ يبقى هي الظابطه نفسها عليه. عشان ما يحصلش رعشه ما تحصلش رعشه في الصوره. دي في السجن بتاع الكاميرا. طيب ده بنسميه ايه بقى؟ سبيكترم اوف لايت. سبيكترم يعني ايه؟ هو التحليل كده مكونات بتاعته، الرينج بتاعه. عندي ويف لينث بالسنتي، باجي من اول 10⁻⁴ اللي بتقلب السنتيمتر وبينتهي عند 10⁻⁶ سنتيمتر. طب يبقى لو الفريكونسي عباره عن ايه بالنسبه للكلام ده؟ هيبقى عكسها بالظبط. لو انا عندي ويف لينز هنا ماكسيمم هيبقى الفريكونسي هنا ايه؟
فريكوانسي اقل ما يمكن لان هما ضربوهم في بعض خالص. وهنا مينيمم هيبقى الفريكوانسي هنا ايه؟ ماكسيمم. ليه؟ ان ضربوهم في بعض بيساوي كونسنت. ضربوهم في بعض بيساوي كونسنت. تمام كده؟ ايه بقى الرينج؟ هنبتدي بالحته دي ونرش مال ودي. الحته دي اللي هي مين؟ فيزابل لايت. الجزء المادي. هو احنا شايفين كل حاجه؟ لا. طب دي نعمه ولا ضخمه؟ ده نعمه من عند ربنا ان احنا مش شايفين كل الرينج ومش سامعين كل الاصوات. لو كنا بنسمع كل الاصوات وكنا شايفين كل حاجه كان زماننا سكننا من زمان. اللي كان هيجي لنا انهيار عصبي فورا. تخيل دلوقتي هو في كام موجه ماشيه في المضارب ده؟ ده كتير. ده لو هنتكلم على كل موبايل تجيب كل واحد موجه يبقى شوف في كام موجه ممكن تمشي دلوقتي بسبب الموبايلات دي بس. ما بالك انت حاجات تانيه. تخيل انت بقى لو احنا شايفينهم. تخيل انت قاعد كده شايف الموجات دي خلاص انت كده حاجات تانيه اصلا. تمام؟ طب تخيل لو كل الاصوات بنسمعها. اي كائنات ماشيه اي حاجه اي حد بره اي حاجه انت سامعها. فهيجي لك الجواب. اولا فعلا دي نعمه من عند ربنا ان احنا ربنا بيختصنا بجزء بس من السمع وجزء بس من ايه؟ من الرؤيه. معروف ان الزلازل والحاجات دي بيحس بيها كائنات تانيه. معروف ان بيحس كائنات تانيه هي بتحس بهزات الارض دي قبل ما احنا ما نشعرها. تمام؟ طيب فانت عندك الفيزابل لايت اللي هو الجزء المادي اللي احنا بنشوف اللي هو الالوان اللي هي تناظر الالوان السبعه يعني من اول 4 في 10 باور نيجاتيف 5 ل 7 في 10 باور نيجاتيف 5. ده الجزء المادي. نبتدي نخش بقى شماله الالترا بايت. معنى كده ان اول واحد هنا كان ايه؟ كان البايت. الترا بايت ده اسمها ايه؟ فوق البنفسجيه. دي كده ما بنشوفهاش خلاص. دي كده من اول الموجات ما بنشوفهاش. طيب اكس راي اشعه اكس بيستخدموها فين؟ تصوير الاشعه. تمام؟ والتعرض ليها كتير غلط وعشان كده لما تيجي تخش مع حد بيعمل اشعه يقول لك لا المريض بس على الاقل ان كده لازم اتعرض لها لكن ما ينفعش ان انا اخش ايه؟ تكراريه. تمام؟ طيب جاما راي ودي برضه ليها استخدامات وحاجات معينه. تريت شويه حاجات ممكن تريت شويه من النواحي النوويه شويه. طيب انفراريد ها؟ تحت الحمراء معنى كده ان اخر حاجه هنا كان ايه؟ كذاب. تمام كده؟ تحت الحمراء. مايكروويف موجات المايكروويف دي بقى هي حياتنا كلها. هتقولي ليه ده الفرن لسه ظاهر قريب؟ فرن مايكروويف لا هو هيتاثر عايش بموجات المايكروويف. الموجات اللي بتتباع في الدش الساتلايت بتنزل موجات مايكروويف. الموجات بتاعت الموبايل موجات مايكروويف. تمام؟ ليه بقى بيسمى الموجات دي؟ لو عندنا مره وقت فاضي كده اقول لك بقى. اقول لك هم ليه بيستخدموها عشان خاطر يعني احكي لك التفاصيل شويه. ونسال نفسنا سؤال هو في حد ساكن قريب من القمر الصناعي في المعادي؟ قريب منه قد ايه يعني؟ قريب. طيب تعرفين ان القمر الصناعي ده لما اتبنى في الاول كان بينه وبين العمار 50 كيلو متر؟ يعني بينه وبين اقرب سكن يعني عشان كده هو بنى في الصحراء 50 كيلو متر. حد راح هناك قبل كده؟ لو حد راح بقى عند الاشخاص اللي هيسالنا هناك عندهم نروح مره كده هناك الجوله هلاقي ان الناس العمارات خلاص على السور. يعني السور اهو بتعدي الشارع العمارات كده حواليها. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده في منتهى الخطوره للاسف. للاسف بس دي حقيقه لازم تتقال. قول ان هو في الاول يقول لك ابني المكان ده على بعد 50 كيلو متر من العمار طبعا ده انت مستوعب انا بقول ايه؟ ان انا عايز يبقى المكان فاضي خالص بحيث ان المدى بتاعه ما ياثرش عليه. لما اوصل ان انا ابقى الناس ساكنه توصل مع الزحف العمراني الناس تبقى ساكنه عليه دي في منطقه برضه دي ممكن احاول اقول لكم بعد كده تفاصيل ليها لو عندنا وقت. ماشي؟ طيب قلنا المايكروويف دي قلنا ايه خلاص دي عايشه معانا متعايشه معانا واحنا عايشين معاها عادي حياتنا احنا وهي حاجه واحده. طيب بعد كده عندنا بقى الشورت والميديوم والراديو ريديو ويفز اللي هي موجات الراديو. موجات الراديو اللي هي شورت وميديوم. طيب بنسمع فرد حد يسمع راديو وهو جاي في عربيه وراكب مع والده او اي حاجه؟ لو سمعنا في الراديو كده بنلاقي دايما في فرق في الصوت قوي ما بين الاف ام والاي ام او اللي بيسموها ام دبليو. صح؟ ولا بنحس الكلام ده؟ يعني احنا بنسمع اف ام بس ما هو زمان كله بقى اف ام بس. زمان انا ايام شويه بدري شويه كان الاول كل المحطات الاول على الاي ام وكان محطات الموسيقى بس والكلام من ده الحاجات اللي هي اللي بيسموها هاي فيدلتي يعني عايز جوده عاليه بتشتغل اف ام. دلوقتي كل المحطات بقت عارفها. طب انت بقى هات اي محطه منهم، اعمل بس تست واحد مره. اي محطه منهم، شوف التردد بتاعها كام على اف ام وريم، اسمعها هنا واسمعها هنا. هتلاقي هنا تشويش يعني صوت كده مخروش كده مش حلو خالص مش نقي، وهتلاقي على اف ام صوت دايما فيه نقاوه عاليه.
تمام؟ برضو عشان ما تضيعش وقت المحاضرة، لو أنا عندي وقت في أي مرة حتى بدري أو الأخر أو بعد ما أخلص في وقت هفصل لكم الحاجات دي ليه؟ إن دي أصلا دي تقنية معينة. وعشان كده تلاقي حتى يعني أنت لو راكب لو معدي كده بالعربية وفي طيارة معدية فوقيك ومشغل عليك على الـ AM أو الـ W تلاقي المحطة كده فيه. تلاقي إن الطيارة تتأثر عليها. أوكي؟ طيب يبقى شورت وميديا ولونج دي اسمها إيه؟ راديو ويز. تمام؟ دي حاجات منهم بتمشي على بتستخدم سطح المية إنها تمشي. وعشان كده الناس اللي قريبة من البحر الأحمر تسمع بوضوح جدا محطات تستخدم محطات القوى اللي جنبيها. ليه؟ لأن في موجات منهم بتمشي إنها بتمشي لما تقبض في المية بتتعكس فتروح تقبض سطحية يسموها كده سيرف سويت. تقبض وتمشي مدى معين. اسكندرية على فكرة معروف إن على لغاية مدى معين من عشرة في جوه كده ممكن تسمع محطات مش موجودة جوه مصر. ليه؟ لأن المية بتساعد كتير في نقل إيه؟ في نقل الهواء. وفي طبقات من طبقات الهواء على فكرة الغلاف الجوي بتساعد كتير في نقل الهواء. بتساعد كتير في نقل الهواء. طيب في حد مش مقتنع دلوقتي كده إن الويز دي ما فيهاش طاقة؟ بتهيألي المية الويز لوحدها كفاية. كفاية إنها تقول إن إحنا إيه؟ طاقة. بنشغل حاجة دي أو الاثنين على أي شيء بنخليه بدل ما كان بارد بقى سخن بطريقة غريبة. بقى سخن ممكن يلفي. تمام؟ طيب كده دي مقدمة بتاعت الريليشن. في بقى ايتمز ثانية عن تحقيق الكتاب مش هنقولها عشان ما تجيش حضرتك لا تبعتني ولا تقول لي يا دكتور هو الحتة دي خدناها ولا ما خدناهاش، يا دكتور الحتة دي ما تسألنيش. أنا كلامي واضح. مقدمة الريليشن وهتلاقي رسمة دي في الكتاب وكل حاجة. إحنا قلناها هتقرأها عادي جدا. على طول بعديها هتنزل على العنوان ده. كل ما هو في النص ماشي ده. من غير بقى ايه هو؟ خلاص من غير ايه هو؟ انا قلت اللي انا قلته في المحاضره ده اللي انت مضطر. تمام كده؟ عشان ما تعرفش ان ايه؟ تعمل دوشه كتير عليك. طيب. ركزوا لغايه اخر المحاضره. وليه لما بتطلع بترجع تكتب تاني؟ ده برضه هنلسها دي بعد شويه. ستيفن هوك اسمه له دول اثنين علماء اشتركوا مع بعض حطوا القانون ده بيقول ان الراديات الباور راديات الباور اكمل ولا اسمع؟ اسمع راديات الباور الطاقه الباور القدره اللي بتطلع في الراديشن تتناسب مع ايه بقى؟ تتناسب مع ايه؟ وده كويس انحاء قبل بس ما نقول تتناسب مع مساحه الصدر. يعني انا جسمي دلوقتي يعني انا دلوقتي واحد رفيع كده واحد تخين مين كده طلع طاقه اكتر؟ ليه؟ ليه؟ لان مساحه سطح جسمه هتكبر بكتير من الرفيع. تمام؟ طيب فالباور تترسم مع ايه؟ تترسم مع ايه؟ هنعرف حاجه اسمها الاكسبتي اللي هي قدره الجسم على انه يطلع الميشن يعني انبعاث موجات تتناسب مع التمبريتشر باور فور. بس خلي بالك حضرتك انها بتكمل وخلي بالك ان دي بتغلطوا فيها من امتحانات. هتقول لك طب راح تشطر اللي انت قلتها لنا يعني. انا بقولها وانا مطمن لان عارف ان نص الناس بتغلط فيها برضه. ما بلاش ابدا يعني مهما نبهنا تلاقي الغلطات الشائعه هي الشائعه زي ما هي. طب دايما ماشي على غلطات شائعه. لما اقول لك على حاجه بتكمل يبقى هي بتكمل. اعمل فيك بقى اللي انا اعمله هتيجي كده زي ما انا عايز. انت دور تخليها بكلمة حليتها بالسلسس يبقى اصلا متحركتنا اختلفت في النكتة عاوه. طيب يبقى تخيليا سنة سنة الباور دي بالوات او جول بير سكند. الاي ايش مسيبتي قدرة الجسم على ان يعمل انبعاث المواد. دي ليها علاقة؟ ليها علاقة بحاجات كتير. ليها علاقة بالالوان عشان كده معروف ان احنا حتى في الشتاء بنلبس غامق في الصيف بنلبس فاتح. ليها علاقة بان لو مصدر مثالي للطاقة يعني حاجة زي الشمس دي اصلا مصدر الطاقه للكون اللي مسيرته ساعتها بكام؟ ها؟ هتقولي لا يا دكتور دول هصر. ها؟ هتضرب؟ ده مالهاش علاقه خالص ولا يفرق معايا الوان ان شاء الله هتبقى كلنا على شفافه. هي مصدر الاساسي للطاقه في الكون. يبقى لازم اجي اقول لك المسيرته بتاعتها بكام؟ واحد طاقه 100% ده هي المصدر الاساسي للطاقه. فالمسيرته عند حضرتك ده فراكشن كسر من اول زيرو يعني لو في جسم ما بيقدرش يطلع اي طاقه خالص لغايه واحد اللي هو ايه؟ بنسميه احنا بقى ايه؟
بنطلق عليها زي الشمس، او لما يقول لك كلمة بلاك بادي وهكذا. او يجي يقول لك ايه جسم مثالي بلاك ايديال، يعني جسم مثالي. مثالي يعني ايه؟ يعني الايديشن بتاعته 100%. تمام كده؟ طب افرض المسألة ما جابلكش شيء سيبتي خالص. انا مش معقول افرضها بزيرو. لو قلتها بزيرو يبقى كل القانون رابع، صح كده؟ يبقى افرضها بواحد بس. ما دام ما تخليش كسر يبقى غلط. والله عايز يقول لي 0.3 يبقى 0.3، هيقول لي 0.5 يبقى 0.5، 0.6 يبقى 0.6. ما جابش سيرة يسيرة كده واحد في خط الامتحان عادي، ايه المشكلة؟ خلاص يبقى ما جابش سيرتها يبقى ليك واحد غلط. تمام كده؟ طيب سكيما البورت اسمها كونسنت اللي هو رمز سيجما، الرمز ده اسمه سيجما وقيمته 5.67 في 10 باور نيجاتيف 8. يعني احنا عاملين فيه قوانين بس هو حلو سهل. 5.67 في 10 باور نيجاتيف 8 ودي الوحده بتاعته من اس اي والتمبريتشر زي ما قلنا فيه بالكلفين. سؤال كده، متوقع في الكمبيوتر حراره سطح الشمس كام؟ هتقول لي لا هو ليه سطح الشمس؟ انا عايز احسب السنتر. لا هو ما حدش هو حد وصل للسطح يعني؟ مش هقول لك حد وصل للسنتر، طب هو حد وصل للسطح؟ بس انا بقدر احسب السطح دوت، هو ده اللي اقدر احسبه. حتى عندك مسائل في كتاب او رسائل او كده هتلاقي يقول لك احسب لي درجه حراره الشمس. باشمهندس اللي ماسك الموبايل يا ريت سيبك. باشمهندس اللي كان برضه ماسكه يا ريت توصل للاسد؟ لا طبعا، هي يعني كلها حسابات نظريه ولكن اتحسبت من كذا ناحيه من كذا فكره وبيطلعوا نفس الحاجه. طب سرعه الضوء، هو احنا مسكنا يعني سرعه الضوء دي بنقيسه؟ لا ده بنحسب بطرق مختلفه، منها ايكويشن ومنها كذا ومنها طرق كذا ومنها نعمل انسبشن من هنا، كلهم اجمعوا على نفس الرقم يبقى خلاص دي سرعه الضوء. فدي نظري ايه؟ فدرجه حراره سطح الشمس تقريبا 6000 كلفن. تقريبا بالتقريب بنطلع 6000 سطح الشمس. طيب سؤالي بقى لحضرتك، انا كده بقول لك ايه؟ ان اي جسم ليه سيرفس اريا ايه وتمبريتشر تي بيطلع طاقه، صح كده؟ واتفقنا ان ايه بقى المدرجات بتبقى ادفى شويه، ولما نروح دلوقتي في البريك هتلاقي المدرجه بقى ساعه تاني. ان خلاص الناس اللي كانت بتطلع انرجي دي الاغلب يعني كل ده اختفى، كل ده مش لما نرجع المحاضره اللي بعديها نرجع نفس الكلام تاني وهكذا. طيب لما اجي اقول لك بقى انا عندي جسم درجه حرارته تي بتعرض للانفايرمنت اللي حواليه هو مين اللي حواليه؟ تي نور. طب سؤالي بقى لحضرتك، هو الانفايرمنت نفسه ما اقدرش اعتبره جسم هو كمان بيطلع طاقه؟ تقول يعني ايه؟ ما هو دلوقتي انا دي درجه حراره كام؟ تعالى كده تخيل ان دي 50 دي 60 والحراره دي تخيل انها 20. ها؟ ما هو الجسم اللي حرارته 60 هيطلع ايه؟ راديشن. ها؟ دي انرجي سوليد راديشن. طب مش ده اقدر اعتبره نفسه ميديوم حرارته 20؟ المفروض ان هو كمان هيعمل ايه؟ عايز يدي الراديشن اللي حواليه يبقى هيأثر في ده ولا يبقى فيها بص كده في سهم خارج من ده لده وفي سهم راجع من ده لايه؟ لده. يبقى هنسميها ساعتها ايه بقى؟ الشديد الباور العنوان اللي بعده اللي هو اسمه ايه بقى؟ نت لوس اوف هيت. الصافي اللي الجسم يفقده هو ايه؟ هتقولي ما الصافي يا دكتور هو ده هو طلع من حراره 60. اه بس هو اكتسب اللي حواليه بحراره 20. يبقى الصافي قد ايه؟ هتقولي بس يبقى الصافي بص بقى الغلطه الشهيره الشهيره برضه بقولها وانا مطول ما بلاش خالص الحمد لله يعني ما بلاش عندنا قد ايه في في سيجما ها في تي ماينس تي نوت باور 4 كلام صح؟ ليه؟ خلاص احنا ناقص 60 ماينس 20 يبقى هو اتكسب ايه؟ الفرق اللي هو 40. الكلام ده صح؟ الكلام ده هيعملوا كام واحد؟ خليكم بس خليكم بس فاكرين خليكم بس لما تقعد في الامتحان بقول ايه؟ في دكتور قال لي كده بس ما صدقتوش. طيب النت نص فيه يا شباب هو بي 1 ماينس بي 2 اللي خارج من هنا هو بي راديت باور واحده واللي راجع له هو هنا مين؟ بي 2. فلما اجي اعملها تبقى ايه؟ اي سيجما تي باور 4 تمام؟ ماشي؟ وبعد كده خليها رسم كده ماينس اي تي سيجما
بتي 2 باور 4 ده صح ده صح يبقى بتساوي A في E في سيجما في T 1 باور 4 ماينس T 2 باور 4 لو عايز اربطها على الرسمه بقى هربطها على الرسمه يعني يبقى هسمي دي بي وهسمي دي تي نو صح كده يبقى دي تي ودي تي نو يبقى هنا تي وهنا ايه تي نو وبالتالي تبقى دي تي ودي هل بقى تي باور 4 ماينس تي نو باور 4 هي تي ماينس تي نو باور 4 اهي خليك فاكر بقى المحفوظه دي جدا انا بس انا هي ببساطه كده فكان بالكم بالفيديو فعليا الوسط اللي حواليه ده هو مش زي ما احنا بنقوله قوي كده بس انا بتكلم ان مين بقى هو الجسم ده الجسم ده هيفقد جزء وهيكتسب الصافي قد ايه؟ ده انا كان سميه نت لوس صافي طيب قبل ما نخش الشيء بقى ها حتى عامل تفصيل دي هي دي عباره عن ايه اصلا؟ اصلا وهي ماده يعني هي ماده لما نشوف هي ماده هتلاقي حاجه غريبه قوي. يا ريت تسمعوني كده لو سمحتوا لو عايزين تستفيدوا حاجه انا بقول لكم دي انا جايبها من الحاجات بتاع حاجات ديكور بس انا لما وقفت شفتها كده وهي شغاله على طول دي بالنسبه لي كذا اشتريتها عشان كده ما اشتريتهاش انها ديكور بس انا بثبت لكم ان حتى حاجات الديكور كلها اصلا مبنيه على البيزنس. دي عباره عن ايه من تحت كده؟ طلع
self-esteem is 0.35. And religion haram because people give it the kid out of an ability. About the sincere with radius 1.5 centimeter, yani four of the sincere, is suspended within a large evacuated enclosure whose walls are at 290 kilometers. درجة الحرارة 290 والباور إيمو is required to maintain the sphere at an air temperature of 3000 Kelvin. عايز أدخل ليها طاقة كهربية قد إيه؟ قدرة كهربية باور علشان تفضل محافظة على درجة حرارة 3000 مع العلم إن اللي حواليها درجة حرارته كام؟ 290. ده سؤال يقول لحضرتك بقى كمان if heat conduction through the support is limited يعني لو في اي حاجه رسلتها ليها هيحصل لها كونكشن يقول لك طنشها يعني عايز اقول لك اشتغل radiation فقط تمام كده هو ده اللي انا فاهمه المساله هو بيقول لي كده عندي كوره من التنستين طيب الارقام ايه بقى؟ الارقام قال لي في تساوي 0.35 وقال لي ان الرينج بتاع كوره 1.5 سنتيمتر وقال لي ان في نور 290 كده والله كويس وصلت ب 200 جهه يعني ودي بتساوي 3000 كده اللي هو طالب ايه كده؟ يقول لك عشان تفضل على درجه حراره 3000 ايه معنى تفضل دي؟ اصلها لو انا اسخن بس ومفيش مصدر عمال يغطي اللي عمال ينقص ال 3000 دي هتقل لحد ما توصل لكام؟ زي كوبات الشاي كوبات الساعة اللي احنا فيها دي بنعمل كوبات الشاي لو انت بس سكيت عنها شوية واتكلمت مع حد خلاص بقت تاني بقت ايس تي ما بقتش دي عادي مع الساعة اللي احنا فيها دي ايه؟ طب امتى افضل اخليها مستمرة؟ لو هي في البويلر بقى هي كل عمالة بتنقل في مصدر حراري وده مش منطق فهو بيسألني بقى من افضل امدها باور قد ايه؟ عشان تفضل محافظة على درجة حرارة 3000 تمام كده؟ يبقى انا ايه؟ هقول هي هتطول قد ايه بالراديشن؟ هو الرقم ده لازم افضل ادوره عليه تمام كده يبقى راديت الباور اللي هي مين لسه قايلها ايه في اي في سيجما في تي باور 4 ماينس تي نو باور الاريا اللي هي 4 باي ار سكوير في اي في سيجما في تي باور 4 ماينس تي نو باور وده كل الرموز دي حضرتك عندك قدره انك تعوضها مع مراعاه الوحدات الراديوس بدل السنتي تحوله للمتر ال اي 0.35 السيجما رقم ثابت يس التي 3000 كلمه باشمهندس الورقه بيتكلم سيب صاحبك خليك معايا تي لون باور 4 انا مش قلت لك سيب صاحبك خليك معايا تمبريتشر 3000 باور 4 ماينس 290 باور هيطلع لي رقم مين الرقم ده؟ ده اللي بيفضل من الجسم بالراديشن عشان افضل محافظ عليه يبقى نفس الرقم ده لازم يفضل ايه؟ لا مستمر كمرت تقيمه من الجسم ده عشان يفضل محافظ على نفس درجه الحراره تمام كده؟ ده كده المساله رقم ثلاثه مش طيب صورة النظام عندك 10 و11 و12 و13 و14 انا هحكي لك 12 عشان فيها فكره دي طيب يا سيدنا ماي اه سيبكم باي انا اصلا سيبكم باي حلو فيهم وتحاولوا كل حاجه مش كده لو مين هيحل في الامتحان انا ولا انت مش هتعرف ان كل كلمه ليها معنى قبلها فرد على طول يبقى دي جايبه لحاجه معينه تمام الكلمه كده جايبين يبقى ايه واحد يقول لحضرتك ماله بقى ويز ماس يبقى الماس جدا ويز سبيسيفيك ايه حراره طبيعيه تقول لي احنا ما خدناش صح ما خدناش هنقولها دلوقتي قانون مؤقت لحد ما ناخدها مع باقي شرطه سنه لانها بتشرح كده التفاصيل فيزيكال كده عشان يفهمها بس لكن ممكن يكون سامعين عنها قبل كده تقول بس انا ما سمعتش مشكله انا هجيب دلوقتي حته القانون بتاعها عشان كده انا بحل 12 وهحل رقم 6 ان رقم 6 برضه في الكونكشن معتمد على السنه طيب اند واحد ماس سبيسيفيك تي اند سبيسيفيك تي يبقى مديك سبيسيفيك تي والاريا والماس جيف يقول لحضرتك ايه بقى؟ هاز ان انيشال تمبريتشر اوف 300 ديجري سيلسيوس يديك الحراره في السيلسيوس تمام؟ يقول لحضرتك ذا بادي از الاو تو كول از الاو انسايد ان ايفالويتد انكلوجر هوز وولز ار بلاكنج
هنتكلم على 0 ديليزنس. يبقى هو لو هنتكلم على كيمتي لوت ممكن نسميها ديليشن ديليشن، وده الديفاينر اللي هو الوضع ايه النهائي بقى. يقول لحضرتك ايه بقى؟ اد اد انيشال ريت اوف 0.35 ديجري سنتيجريد في ثانيه. مش معنى اد انيشال ليه ما قالش انها بتبرد ات ريت كذا؟ دي اد انيشال ريت اول لحظه او اول ستارت ليه. خلي بالك بقى الحاجات دي ليها معنى مهم جدا. يقول لك فروم ذيس داتا كالكوليت ستيفن فورس. احسب لي سيجما. اديني بس جه عندي السيجما ده بقى حافظه. حط اي خطوتين ثلاثه كده معكشه كده سيجما ايكوال كذا وكده. لا ما هو محدش قال لك ان المفروض يطلع بالظبط. هو هيطلع رقم قريب منه. تمام؟ فبلاش الفبركه قوي يعني وانت بتفبرك تبقى ايه؟ هنساوي مين بمين؟ خلي بالك الحته دي كويسه قوي، هنساوي مين بمين؟ اه بص بقى انا عايز اتكلم ان الجسم ده بيطلع هيت انرجي، صح كده؟ مش ده كده معنى راديشن؟ طيب وهو راديشن ده اصلا جاي من ايه؟ جاي من ان الجسم ده اصلا جواه طاقه حراريه. هو ينفع يبقى الجسم بيطلع راديشن باور وهو اصلا ما عندوش طاقه؟ بس هي الحته دي بقى بس. طب لو عندي جسم دي ماس ام كونت ايه؟ سبيسيفيك هيت سي، هتقول لي مين هي؟ حراره نوعيه خاصه بنوع الماده. سيبها بس دلوقتي اعتبرها كورسنت رقم لحاجه بقول لك بعد كده. انها ليها كلام كتير وليها ابلكيشنز كتير كمان. كلمه حراره نوعيه ليها ابلكيشنز. فعندك ماس وسبيسيفيك هيت وعندك فرق درجات حراره. ده كافي ان اقول لك ان الجسم ده جواه هيت انرجي. ايه القانون بتاع الحراره؟ كيو بتساوي ام سي دلتا تي. او كيو بتساوي ام سي تي ماينس دي نور. تمام كده؟ طيب او اقول ان كيو بتساوي ام سي دي تي. مش معنى احنا ساعات في الفيزيكس كده بنقلب الحته بتاعت الماس دي فيزيكس كده دلتا تي نسميها ساعات احنا دي تي. اوكي؟ يبقى الطاقه الحراريه جوه الجسم بتعتمد على قوتك، تعتمد على سبيسيفيك هيت حراره نوعيه بتاعت الماده، تعتمد على فرق درجات الحراره ما بين جوه الماده وبره. بس معلش استحملي لغايه ما تلاقي شابتر 3 بدل ما نرجع للمساله شابتر 3 هتكون ساعتها التنسيق اصلا الموضوع. هنحلها دلوقتي احسن. طب هنعمل ايه بقى؟ نسال بقى سؤال. المفروض ان انا عندي برضه جواه كيو، صح كده؟ وهي دي السبب انها هتخرج بصوره ايه؟ صح كده؟ اوكي يبقى انا عندي هيت انرجي هتروح في صوره راديانت باور. صح ولا غلط؟ اه بس انا عندي مشكله. هو انا ينفع اساويهم ببعض؟ ينفع؟ اه ولا لا؟ ها؟ ما ينفعش. ليه؟ اصل دي باور دي باور. دي جول بير سكند يا جماعه. دي جول بير سكند. ودي جول. ها؟ ايوه. ها؟ اعمل ايه بقى؟ اه بصوا خلي بالك ان في حته كده في الجبن لو خدت بالك ده هو مديك ريت. اه ده في ايه ده ابتدت تتبان اهو ده هو مديك هيت. طب لو عملت لها معدل تغير الطاقه الحراريه ها يبطل اقول ايه بقى؟ يبطل هنا اقول ايه؟ دي كيو باي دي تي تساوي راديت الباور. ده مين؟ ده اللي كان جوه الجسم هيتحول انه خارج بره الجسم عن طريق الراديشن. يبقى ده هيخرج نتيجه ان الجسم كان جواه الطاقه دي. اقدر اسويهم مع بعض. بس اوعى تساوي الكيو بالبي لان البي جول بير سكند والكيو كانت جول بير سكند. فانا عايز جول بير سكند اساويه بجول بير سكند. تمام كده؟ طب لو بصيت للمعدل ايه؟ سوري المعدل ايه؟ ها هو الماس بيتغير مع الزمن؟ سبيسيفيك هيت هي خاصيه نوعيه للماده. بتتغير مع الزمن؟ لا مين اللي غير مع الزمن؟ درجه الحراره. يبقى ام سي ونكتب الثانيه كده بنقول تاني دي تي باي دي تي ايكوال ايكوال ايه بقى؟ ها اي في اي في سيجما في تي باور 4 ماينس تي نوت باور 4 او سميها ايديشن ماينس 5 زي ما انت عايز. يعني خلاص هي مش هسميها دي هسميها ايديشن ماينس ايكوال ماينس. طيب بروز ده كده عشان ما يخش وسط السطور الكتير قوي.
كده انا عملت اثنين ها ان الطاقه الحراريه عملت لها معدل انه بيخفض وهيبتدي يخفض طب المعدل ان سي دي تي باي تي بتساوي ايه في سيجما تي انيشال باور 4 ماينس 3 باي 4 لو بصيت على الجيبن كله هتلاقي مين الوحيد اللي ناقصك في المعادله هي السيجما السيجما الوحيد اللي ناقصك طب ما ردناش على كلمه انيشال ريت ليه قال انيشال في منتهى الاهميه في الزياده لو ما فهمتش الكلمه دي على فكره دلوقتي معناها ايه يبقى حضرتك ما فهمتش حاجه مثلا هو انا دلوقتي لما يكون عندي جسم حرارته باديه 300 وبره كان زيرو الفيول هتخرج منه دي بالريت ها بعد ثانيه واحده الحراره هتفضل 300 هتبقى ايه؟ نقول اهو بص قال لك انيشال ريت يبقى هتقول كانت 290 هو تبع الرقم ده صح كده؟ يبقى لما اجي احسب دلتا تي يبقى ده دلتا تي الاولاني؟ لا عشان كده انا مش من حق احسب غير مين بقى؟ انا بقول في دلتا تي يبقى هو بيسالك ايه؟ هو بيسالك على ريت الباور في البدايه اللي بعد شويه مع الزمن هيحصل ايه؟ بعد 5 ثواني بعد 10 ثواني هيبقى فقط 3 درجات ونص صح كده؟ يبقى كده ايه؟ يبقى في الدلتا بينهم تمام؟ يبقى ايه اللي قال لي ايه شابيت؟ ها؟ قول لي لحظه البدايه كانت الخارج منه قد ايه؟ تمام كده؟ فلما قال لي ايه شابيت؟ يبقى لحظه ما التايم بتساوي زيرو. هنا من حقي اقول بقى 300 ماينس زيرو. طب لو كان بعد 20 ثانيه كده 300؟ يبقى لما اجي احسب هيبقى 10 ثانيه ولا اقل. عرفنا ايه كلمه ايديشن؟ لحظه البدايه. لا وصلت ولا لسه؟ انيشال ريت ليه؟ لان هي دي اللحظه اللي عندها 300 وصفر. طب بعد كده ما بقاش 300 خلاص ما هو الجسم بياخد الطاقه حرارته تبقى ايه؟ كوبايه الشاي بقى مين؟ بعد دقيقه في الساعه اللي احنا فيها دي بقى 60 لما اجي احسب المعدل بينها وبينها بالضرب بقى 60 ناقص 15 صح كده؟ بعد كمان دقيقتين بقت 30 ناقص 15 خلاص الكلام غلط عشان كده قال لك انيشال ريت لحظه البدايه نعم لا مش شرط يا جماعه انتوا عندكم مشكله في الناس انا بس السؤال ده كده يعني كل ما اكتب دلتا تي كنقطه دلتا تي يعني فايروس ما حدش قال كده هو كان بيقول لي تي ماينس تي نوت خلاص انا الجسم دلوقتي كان 300 هيفقد عشان يوصل ايه؟ هل مين اعلى؟ ها هو من 300 هيوصل لزيرو مش من زيرو هيوصل ل 300 فالدلتا عندنا في الفيزكس تختلف عن الدلتا اللي بتاعت الفيزكس ماشي يا شباب؟ طيب فاضل لي انا كده طيب انا هختار الفاضل بقى لان انا محتاج اشرح الاكسبيرمنت بتاعت ال طب اقول لكم حاجه انا هقول لكم فكره الاكسبيرمنت بتاعت المعمل لانها مهمة جدا. الكي بتاعت المادة دي المفروض تبقى ايه؟ زيرو، واحد، 100 ولا انفينيتي؟ بتفكر فيها كده ولا انت بتعرف؟ ده سؤال في السريع. انا النهارده وانا في الحصة بتاعت الصبح دي شايف الناس جاية الحمد لله يعني تقريبا ما حدش كان محضر حاجة. حضرتك ما حضرتش انت الخسران 100% لان حضرتك خلال شهر ونص او اقل عرض الامتحان معمل 60 درجه في ساعه ونص هو ده املك في انك تنجح احنا قلناها قبل كده بوضوح لو املي ينجح انا ما استعدتوش كويس فما يجيش اقول اصل دي هتنقذني طب هتنقذك منين وانت واقف على التجربه انت حتى ما حضرتهاش ما تعرفش هو مفهوم النتيجه انت عايز حد يقول لك ايه منين وتكتبهم وتمشي ما يبقاش الناس بتتعب تعمل يعني فيديوهات مخصوص عشان حضراتكم وتجدد الفيديوهات كل شويه عشان تبقى ابديت الحاجه اللي موجوده وحضراتكم تتابعها فعلا لو حضرتك ما اتفرجتش على الفيديو قبل ما تيجي فانت كده ما عملتش ما دخلتش المعمل. خدوا الكلام ده بوضوح. طيب هو هنا بيقول لك انا عندي صندوق قدامك مقفول ما تفتحوش بس هو فتحه لك في الفيديو وفرجك على جوه. قال لك انا عندي هنا مصدر سخن الجسم بيسخن. ها الجسم اللي بيسخن ده هو محتاج يبرده؟ لا وهي ما فيهاش شغل هو عايز يسخن ليه بقى؟ بص حضرتك بقى عشان يعمل ريشن في جميع النواحي. ها؟ طيب
جه على ناحية منهم وحط لك طبق من الخشب وبعديها طبق من النجيل 2 سم و2 سم والجدار بتاعك درجة الحرارة بتاعت الناحية دي من الخشب تي 1 درجة حرارة الفاصل بينهم ما بين التو ميديانز تي 2 درجة الحرارة بتاعت السطح اللي هنا من الفتين تي 3 درجة حرارة الهواء كام؟ تي 4 تمام؟ يبقى الرسمة دي بالنسبة لحضرتك ادي اول ميديم وادي ثاني ميديم اهو تي 1 تي 2 تي 3 ودرجه الحراره تي 4 ده كده الفلو كده بقى لو تي 1 اكبر من تي 2 من تي 3 من تي 4 يبقى الفلو ايه سيريز ولا بلاش مثلا حلاوه التجربه دي على فكره التجربه دي سنه سنه السنه اللي فاتت كنت اكيد لما كنت في قرص خشب وحكيت صوت كده دي كانت لغايه السنه اللي فاتت تجربة أساسية بس التجربة دي ميزتها إن أنت بتحل مسألة كوندكشن كل الحكاية إن أنا بدل ما هديك الجبن أنت هتطلع على جسمك فيا ريت توصلها بصة دي إن أنا بحل مسألة اكسبيرمنتال عملية وبعد كده هي دي ميزتها طيب يبقى عندك حتة فلو هنا أهو اتش 1 وعندك الفلو هنا اتش 2 وعندك الفلو هنا اتش 3 ما أنا هو معتبر إن هنا ميديم مش معتبر ميديم تمام إيه بقى العلاقة بينهم؟ H هي علاقتها بـ H1 هي علاقتها بـ H2 هي علاقتها بـ H3 كل ده يكون دي هو H3 من الآن بيقول لك ايه اللي هي A.1 تقريبا A.1 ومديك هو قاسم كله على ايه يعني قاسم كله على ايه H على ايه وهنا H كلها بالانس كده فبيبقى له ايه في T 3 ماينس T 4 صح كده؟ شوف كده 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 طيب وعندي ايه بس هو كده يعني هو مديني حسبه كده معينه اقدر اطلع ايه يعني مجرد دي كده مش دي بس دي كده هو مش هاني جبن يعني مجرد ان انا اقرا في 3 وفي 4 واطلعهم من بعض واضربهم في 8.1 على طول كده جبت مين؟ اتش 3 اتش 3 عالي ان هو ساعتها جاي في الحسابات تمام كده؟ اول ما جبت دي خلاص دي كده بقت عندي يعني اول ما جبت دي اقدر اعمل ايه خلاص انا عندي دي بتاع الميديم الاولاني تمام هنا وعندي هنا دي بتاع الميديم الثاني اعمل ايه يا شباب مره طب اتش واحد تعالوا كده الايكويشن معيش واضحه شويه عشان الناس تتصل انا عندي دي واحد تي تي واحد ماينس تي اثنين على ايه تي اثنين T A minus T 3 على N T بتساوي A.1 T 3 minus T 4 صح كده؟ هو ده بالظبط الهدف من الكوش مجرد ان اعرف T 3 و T 4 احطهم هنا جبت ال H على H على N تمام؟ مرة ساويت مين ومرة ساويت مين؟ هو دي 2 سم ودي 2 سم صح كده؟ مرة ساويت ده وقت T 2 minus T 3 حسبت مين؟ 2 ومرة هي اساويها مين؟ ازويها ازاي؟ هتقول لي لا انا هاخد اللي حسبته من هنا ازويه من هنا. صح ولا غلط؟ لا مش صح. لانك افرض حسبتها غلط ما تبقاش بنيت على حسبه غلط يبقى لازم هيطلع غلط. خد الجيب التاني خد الجيب التاني واشتغل. طب ما سالي التجربه سهله؟ اه سهله. هتلاقي ان هو حاطط لك حتى جزء تاني وبيقول لك سيبها تسخن وخد قرايتها بس بعد ما تخلص الجزء الاولاني. صح كده؟ طب هاخد قرايتها امتى؟ النهارده الصبح وانا موجود الصبح في المعمل شباب زي حضراتكم كده حلوين كده كانوا واقفين جايز قاعدين معانا دلوقتي الله اعلم يعني خدوا بداية وكملوا التانية يا ابني الحاره ست انا ما اعرفش افتكر بقى الحاره ست دي يعني ايه؟ هو انا باخد في اي وقت؟ ها بلاقي كده العناوين اللي حكينا عنها والقانون ده اتثبت امتى؟ ستيت فلو ها انت عارفين بقى الشرح هنا ستيت فلو يعني ايه ستيت فلو؟ يعني التغير بالنسبة للتايم بيساوي زيرو عشان يبقى الشات كلها كونستنت لازم يكون التمبريتشر كلها ايه؟ ثابت اقول لها يا ابني ستي ايه رايك ان بعد ما شغلوا الاجهزه خدوها كقرايه صحيحه بعد نص ساعه اللي هو كان خدها اول ما شغل الاجهزه ها؟ بتعملوا حاجات بسيطه يا جماعه لو انا كدكتور دلوقتي جاي اناقشك في امتحان المعمل واقف انت على التجربه دي وجاي بسالك على الحته دي انت مش مضي تليفوني انا بشغل الجهاز اخد قرايه يعني بعد وقت معين لا يعني مرتبط بشرط معين لا ها ده بالنسبه لي كده ايه؟ ها هو كده ملوش علاقه بالجسم
بسيطة ساعات سؤال في الكونسبت مجرد انك تبقى مش فاهمه خلاص كده انا كدكتور كده انت مالكش مش حاجة فتكتب قوي اوعى تقول لي اسألني 10 اسئلة لا هنقول لك اسئلة سؤالين بس واحد كان كونسبت وواحد تاني كونسبت باظ ولقيتك انت مفيش كونسبت اصلا يبقى ها فتكتب اللي انا بقوله يا جماعة هتحقق امتحان المعمل ده جيد جدا في منتهى الاهمية يبقى حضرتك دلوقتي تاني حاجة عاملها معاك ظريفة ما قالكش انت مين دول ما قالكش مين في واحد ومين في اثنين ومين ثلاثة ومين في أربعة ها محتاج يقول لها اللي أنا مقتنع بيها يا شباب حسب أنا قلت لك مين صح يعني مين في واحد أكبر مين في اثنين أكبر مين في ثلاثة أكبر من مين مين في أربعة تمام كده؟ فأنا هاخد هنا هاخد هنا رتين اللي هما الجهازين بقى دول هاخد هنا رتين وآخد هنا رتين هاخدهم بالترتيب في واحد في فاضل لي بالظبط في دقيقة واحدة هحل مسألة رقم 8 اللي هيمشي هو الخسران على فكرة ال 8 دي تركة من تركات الشيب يعني هي تركة وحيدة في الشيب سبسبتي يقول لي رتب لي السيرفر الكونتر تشكي من أقل واحدة وكل مليون لأعلى واحدة لو انت مش عايزين مسألة ما عنديش مشكلة مش عايزينها خلاص مسألة دي بتتحل ماثيماتيكال وتتحل فيزيكال ماثيماتيكال وفيزيكال ماثيماتيكال هو ايه؟ واحد بيقول لك ان كلهم طبعا مع وضع الاستقرار ما يبقاش عندك كل ده اتش اللي هو مونس خلاص طب الاتش بتاع اي ميديا منهم هو ايه؟ اتش بتساوي كي باريا على ال في دلتا تي صح كده؟ طب سؤالي حضرتك سؤالي حضرتك طبعا هنا اللي هو دي هو بيديك المسافه دي ومسافه دي ومسافه دي ومسافه دي تمام؟ سالب ايه ده؟ سالب الموضوع ده بنص ده مش سالب الوضع الاولاني لا مش سالب ولا حاجه هنا هنا في الرسمه حسب الرسمه الايه دي هي تمام؟ ممكن تقول لي ايه السؤال؟ طيب بيساوي ايه بقى؟ كونستنت حد فاهم انا عايز اوصل ايه؟ ضغط حاجتين في بعض يساوي رقم 6 ضغط حاجتين في بعض يساوي كونستنت يبقى لما احب اجيب اقل مين؟ اقل مين؟ اعلى مين؟ طيب ممكن حد يقول لي بقى اقل منهم اعلى فرق؟ دي ثلاثة بعديها أربعة اللي هو فرق 15 بعديها اثنين بعديها واحد طب هل عندنا تفسير فيزيكال؟ مش ماثيماتيكال بقى يبقى أنا استخدمت إيه؟ استخدمت النمبر اتنين في بعض وخلصوا كل ما الفرق يزيد الكيب ينزل فأنا عايز أكبر فرق أكبر فرق ده يبقى أكبر اتنين طب فيزيكال الكلام ده زي ده بص كده حضرتك أنا بسخن من هنا صح كده؟ مش أنا عندي مصدر خارجي بسخن من هنا ولغاية الحرارة اللي هنا قول لي كده هو ليه لما يكون الفرق قليل تبقى فيه عالية؟ ما هو قلنا ان انا اسخن من 35 طب نوصل هنا 30 معنى كده المادة دي جيدة للتوصيل ولا ايه التوصيل؟ جيدة للتوصيل هي التوصيل يعني ايه؟ عالية وفرق درجات الحرارة دي فيزيكال مش مثبتة خالص لما يكون الفرق قليل فالتوصيل بتاعها ممتاز. ده كده انا هجيبكم على فكره السؤال الرومانسي كده. الجهاز ده ممكن يعني دايما كده بيتظهر. ماشي؟ طيب من 30 ل 20 دي كانت خمس درجات فرق. اه في ايه؟ دي عالية قوي. طب في 10 درجات.
لا مش اقل ضرر. طب لو عندي فرع 20 ضرر يبقى عندنا ايه؟ زي رضية التوصيل، التوصيل بتاعها صعب قوي تمام صح كده؟ ولو عندي فرع 15 درجة هتبقى اقل شوية. اوكي؟ يبقى تاني كده كل ما يبقى الفرق بتاع درجات الحرارة قليل معنى كده